وين كنا وين صرنا؟ هلا مثل هلا يبقى تشوف العالم، تشوف السائحين، تشوف الاجانب، معبيه المنطقه هون كلها كلها. حتى انا في واحد امريكاني سائح امريكاني قال لي من 50 سنة زرت بعلبك وجاي فرجي لمرتي شو هي بعلبك. انا وصغير كنت اجي اتفرج على التماثيل، كان في تماثيل مثل التماثيل موجودة بالحيطان، تماثيل موجودة بالسقف، التماثيل اللي نقلوها هلأ على متحف بيروت. وكنت كمان اتفرج على البشر الغريب الجاي سوح، على المناظر الحلوة، على الشباب وعلى البنات اللي كانوا يقصدوا بعلبك من آخر الدنيا، من أمريكا وفرنسا وألمانيا لحتى يزوروا بعلبك. كنت أسأل نفسي إنه هودي جاي من آخر الدنيا ونحن فشخة. كتير يعني بحز بنفسي انه تفوت على الهياكل على هون وما لاقي حدا ابدا 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 الا النزل البسيط من السواح، بينما قديما قبل بالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات وحتى بالتسعينات كانت القلعه تحسها معبايه عالم، وكانت مورد رزق لكل اهل بعلبك، للبلديه ولاهل كل اهل بعلبك. هلا بتطلع ما بتلاقي حدا ابدا ابدا الا عند الظهر بعض الجروبات اللبنانيه، طلاب مدارس. الهياكل كانت سابقا كلها مضويه دير من دار وبقلبها، كان هلا سيطر العتمه بتعرفوا لانه بحكم التأنين المجحف حق البلد كله صارت مظلم بالله، تحسها مثل المهجورة بالله. أنا مواليد 1943، عمري بعمر استقلال لبنان، وأنا برمت العالم كله ما مخلي محل، ورجعت لبعلبك بلدي اللي هي أنا بحبها واللي هي فيها عظمة واللي بالعالم كله ما في بلد مثل بالعالم بيشبه بعلبك، ولو ما هالعظمة ما قدروا الرومان وبنوا هالهيكل فيها.